أصر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتناقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستعماله زوال يومه الثلاثاء، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لشرطة النجدة كانت قد تدخلت لمنطقة سهريج جناوة لتوقيف شخصين كان في حالة سكر متقدمة وفي ظروف من شأنها المساس بأمن المواطنين، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 39 سنة بينما عمد مرافقه لتهديد عناصر الشرطة بواسطة السلاح الأبيض مبديا مقاومة عنيفة قبل أن يتمكن من الفرار بين أزقة الحي الشعبي المظلوم.